سننضم إلى الكشافة وسنحصل على جميع الشارات، ومن يحصل على أكبر عدد من الشارات في نهاية اليوم يربح 10,000 دولار. أجل! الشارة الأولى هي شارة النجاة في البرية. أول من يشعل النار منكم يا رفاق يحصل على هذه الشارة. ابدأوا أول مرة تشعلين فيها نارا. أنصحك بتقليد كريس إذن. ماذا تفعل؟ أحاول البدء بإشعال الفتيل وكشط بعض المغنيسيوم. يبدو أنك كنت فتى كشاف. أعرف ما أقوم به. هيا يا تشاريزارد. هذا ليس بوكيمون. أحدث تشاندلر بعض الدخان. افعل ما تريد. لم أعرف ذلك. تشاندلر، أحضرت لك مساعدا، شعرت أنك ستحتاج إليه. ضع الفتيل بشكل أعمق في الأوراق. كم عمرك؟ أنا في العاشرة. أوه هيا. أوه لقد أضرم كارل النار. كارل أطفئها أطفئها. وحصل كارل على الشارة الأولى. أجل. هيا للرماية. لدي الخبز ولدي الماء، هيا لنفز. التالي شارة الرماية. أصب الهدف تحصل على الشارة. فليبدأ تشاندلر. هيا أولا. أنا مذعور نوعا ما. أوه. أحسنت يا تشاندلر، حصلت على شارتك الأولى. التالي هو كريس. أعتقد كريس أنك لن تصيبه. هيا. أوه. لا دعني أنظر في الأسفل. إنه تحت لا. الهدف. لا إنه في الهدف. كما هو دخل واضح. دخل بالفعل. إنه في الهدف. أحسنت كريس، حصلت على شارة الرماية. بيكا إنه دورك. تستطيع فعل أي شيء إذا صممت عليه باستثناء هذا. حسناً. حسناً إنه دورك يا كارل. إن أخطأ كارل الهدف فسنكون أنا وتشاندلر وهو في الصدارة. أنا لا أخطئ أبداً يا صاح. كارل أنت تبلي جيداً. حتى الآن كارل لديه شارة واحدة وكريس واحدة وبيكا لا شيء، وتشاندلر لديه شارة. إلى التحدي التالي. الشارة التالية هي تسلق الصخور، وعليكم تسلق جدار هذا الموت. الجدار؟ حظا موفقا. محال أن أستطيع فعل هذا. كم محاولة لدي؟ سنقوم بثلاث. أنا على وشك التسلق لكنني خائف جدا. هذا الجدار اللعين طويل لا جدا. سأصاب بتشنج عضلي. هذا صعب جدا. إن كان هذا يريحك الأطفال الصغار يفعلونها. المحاولة الثانية، افعلها يا تشاندلر. ربما بقي 80% فقط. أمتأكد أنك لا تريد الاستمرار؟ حسنا. هرب تشاندلر. كريس حان دوره. أخاف جدا من المرتفعات يا رجل. لا يمكن مسكها. إنها سيئة. لست قويا جدا. أنا لا أمارس الرياضة. أين شارة علوم الحاسوب؟ أين قوة قبضتك؟ المحاولة الأخيرة، سأتسلق حافيا. هيا. كل الضغط على إصبع قدمي. 10,000 دولار. أنا خائف جدا. حسناً يا كريس، لم تحصل على شارة. هل يمكنك فقط سحبي؟ بيكا دورك. أرجوك أبلي أفضل مني. هل ستتمكنين من الوصول؟ لا أعلم. ألا تتسلق الصخور؟ هذا صحيح. واو، كانت تتسلق الصخور. هذا غش. رائع، إنها تتغلب علي بالفعل. أنا حقاً لا أشعر بأصابعي الآن. تحتاجين إلى موزة؟ يا للروعة، إنها على وشك فعلها. تجمعوا يا أولاد، سأكون صادقاً، قامت بيكا بعمل جيد، تستحق الشارة. تفضل. شكراً لك. أنا لم أتسلق. نعم، دورك يا كار. شكراً لك. كل شيء فيك يبدو غير مرتاح الآن. أوه، إنه كذلك. هل ستفعل هذا؟ أنا في الواقع ولدت على جدار تسلق الصخور. قدمان جميلتان. أنا عفريت. أنت تبلي حسناً يا كارل. ماذا لو بدأت أدغدغ قدمي؟ لا، توقف، توقف. جسدي كله يؤلمني بشدة. قدمي تنزف. قدمه. أوه يا للهول. جرح كارل نفسه وانسحب. حصلت بيكا على شارة للوصول إلى ارتفاع كبير. كانت مسافته كافية؟ ربما لو كانت أعلى. ثلاث أخرى وسأعطيه إياها. هل تمزحون معي الآن؟ الشارة التالية هي شارة عبور الجذع. امشوا عبر الجذع إلى الجانب الآخر والمسوا هذا الحبل. كريس أنت أولا. حسنا. ابدأ المشي متى تشاء. خذ شارة عبور الجذع. دورك يا تشاندلر. أنا؟ حسنا سأبدأ. لقد لمسه، لقد فعلها. تهانينا. أجل. بيكا دورك. أوه انظروا للتمايل. أسرعي. مرحل لك على جهدك. هيا. أوه. حسنا هيا. أوه. فعلها فعلها. أوه. إلى المرحلة التالية، انقسموا لفريقين، عليكم الوصول للجانب الآخر من الجدار. بيكا شخص واحد سيتسلق صحيح؟ قلت عليهم الوصول للجانب الآخر، لم أقل إن عليهم تجاوز الجدار. لنبدأ مع كارولا بيكا. حسناً، سأركع على ركبتي. أتعتقد أنهما يستطيعان الوصول للجانب الآخر؟ لا محال. حسناً جاهزة؟ نعم. مهلاً. هذا سهل يا عزيزي. يا للهو. واو، سنفعل الشيء نفسه. بالمناسبة ماذا؟ خذ شارتك. اعتدت على هذا. سأصعد على كتفيك. يا للهو. فشلت الخطة. الكتفين فقط. كريس هيا، يمكنك فعلها. عزيزي هذا جيد. لنفعلها.
أصبت بدوار شديد. مهلا. قد تشعر بدوار لكن ربما سيساعدك هذا. تشاندلر ها هي شارتك. هاتها. بعد ذلك ستقومون بتسلق حبل الموت. لماذا موت في كل شيء هنا؟ كم محاولة؟ فلتكن واحدة. ثلاثة. واحدة. اثنتين. صفر. واحدة. اتفقنا. حسنا. حسنا. أنا أحاول بشدة. أنا لا أمزح حتى. أنا لا أجيد شيئا آخر سوى مشاهدة التلفاز. المسافة طويلة. المدافعات لا تحبك. هل فكرت بهذا؟ كريس. 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 طلبت أن تصل يا كريس. خطوة أخيرة. لقد فعلها. أجل. أنا ينزل مثل عنكبوت صغير. ها هي شارة تسلق الحبل. أصبح لديك 4 شارات. لقد بدأت بيكا. بيكا ما هذا بحقك؟ يبدو أسهل بكثير لك مقارنة بكريس. أود فقط شكر أمي لكونها قصيرة جدا. واو أحسنت صنعا. فعلتها. أريد أن أقول أنكم لا تعرفون ما تفعلون. نال مني. هذه شارة أخرى. دور تشاندلر. هيا يا فتى. تسلق. افعلها. في هذه المرحلة من حياتي يقرر ما إذا كنت أريد الصعود أم لا. لا تصعد أيها المعقد. لا أرغب أن أكمل. لن يحصل على شارة. هذا ما كانت ستبدو عليه الشارة. ستحصل على شارة المعانقة. لا تقلق لا يمكنك فعله. أوه يا للهول. أجل. علي الإسراع. بقي 5. نجحت. شكرا لك. إذن تفضل يا كارل. لا فلنتابع. الشارة التالية هي شارة الملاحة. ارفعوا أيديكم بشكل مستقيم والآن أشيروا أين تظنون الشمال. أنا أتبع حدسي. سنبدأ مع بيكا. هذا غير صحيح. الشمال بهذه الجهة. حركت يدك. أنت مستبعد. لا. الشمال بهذا الاتجاه. كريس كان الأقرب وسيحصل على الشارة. أوه. لدي إعلان هام جدا. من لديه عدد شارات أكبر سيحصل على 10,000. لا. صحيح؟ ليس بعد الآن. أصبحت 20,000. سوف ماذا؟ تخسر. سأبذل جهدي. هذا ما يمكنني فعله. الصدارة ستعطيني 20,000. أنا المستضعفة وأعتقد أنني أكثر من يستحق ذلك لهذا السبب. المركز الأول لديه 6 شارات ولدي 5. هذا لا يهم لأنني سأكسبها. هذا مؤسف لأني سبق أن أخذت منك 60,000. الشارات المتبقية سيكون الحصول عليها بطيئا. لذا سأخبركم كيف وزعتها. فاز تشاندلر في الواقع ب3 شارات. كارل أيضا ب3 شارات. وبطريقة ما فاز كريس ب4 شارات وبيكا ب1. الشارة التالية هي شارة المقلاع. سيطلق كل منكم 3 مرات. الشخصان اللذان يصيبان أقل لن يحصلا على شيء. كارل لنبدأ. هيا. أصابت. أطلق. كريس. لم أصل. حسنا. بيكا. لا أصابت. أصابت السلك. أنا آسف. مهلا. حقا؟ نعم أصابت. تشاندلر. لقد أخذت توا. أصابه. أصاب كل من كارل وتشاندلر مرة واحدة. الجولة الثانية. أطلق يا تشاندلر. بيكا أطلقي. كريس تحت الهدف. كارل. إذن تشاندلر فقط أصابه. أنتما لم تصيبا الهدف وأنتما أصبتماه وستحصلان على 2. ضع الشارة على يدك. تفضل يا تشاندلر. العبا حجرة ورقة مقص للحصول على شارة. أتحمل خسارة شارة. مرة واحدة. حجرة ورقة مقص. هيا انتظرا استديرا. اخترت المقص يا رجل. لقد خسرت. لأنني ما زلت متفوقا عليه بشارة. هاتها. كانت 7-9 والآن. لماذا أقوم بالحسابات؟ أنا سيء في ذلك. دعونا نرمي مجددا. لكن هذه المرة سنعيد الأهداف إلى الخلف وسنمنحكم 3 طلقات. ستطلقون على الهدف. إطلاق. يا رجل. ارفعوا الأقواس وإطلاق. أوه أصبت الخشب. كريس ألم تمارس الرماية التنفسية؟ بلى لكن كل يشاهدنا 20 مليون شخص. استخدمت الأخرى من الأقواس. وإطلاق. نعم يا عزيزي ضع لي شارة. أنا غاضب لأن كرامتي جرحت 2. لم أستطع إشعال النار ولم أستطع التصويب بالقوس. أنا لست أصابني القوس في ذراعي كما ترون وبعد ذلك أصبحت أرتجف. كانت البداية سيئة وبعدها كانت النهاية أسوأ بكثير. أستطيع عد 9 شارات عندي. 8 عند هذين المتصنعين هناك. شارة الكشافة التالية هي شارة كرة السلة وسوف تسددون من نصف الملعب لتحصلوا عليها. أصمت لكل شخص محاول. أنا سيء في كرة السلة. حسنا بيكا. كوبي. حسنا كارل. سينجح كارل. أو لم تكن قريبة حتى. تشاندلر. أوه. اصطدمت بالكاميرا. لقد منعتني الكاميرا حرفيا من الفوز ب20,000 دولار. هذا ذنبك أنت. قرر المجلس إذا سجلت رمية حرة فهذا أنا إثبات. مريع في الرمية هيا. الحرة. إذا قمت بذلك فسأعطيك شارة كرة السلة. أطيها. لقد فعلها. خذ هذه الشارة بكل فخر.
حصل تشاندلر على شارة كرة السلة. التالي، انتهينا من تسديدة نصف الملعب وسأترك هذا هنا لأجعلهم يتسابقون للحصول عليه لاحقا. الشارة التالية هي شارة صعبة، الشارة الحسابية. أول من يعطي الإجابة الصحيحة يفوز. المعادلة الحسابية هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 8 ضرب 10 ضرب 8 ضرب 10 ضرب 0 0 نفس الوقت بالضبط. تعادلتما، لنفعل هذا مرة أخرى. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. النتيجة 128. صحيحة، نجحت في تحدي الرياضيات. مبارك لك. شكرا يا رجل. التحدي القادم هام جدا جدا جدا. أتتذكرون ملعب السلة؟ تركت زجاجة سانكيست في منتصف الملعب. من يتمكن من إمساك الزجاجة أولا يفوز. اصعدوا إلى السيارة. اتفاق ودي. نعد للرقم 3 ثم ننطلق. نخرج جميعا من السيارة. يا للهول. أجل، حصلت عليها. إيه أجل. من حصل عليها؟ كيف حصل كريس وليس تشاندلر؟ قلت اتفاقاً ودياً وخالفت الاتفاق. اعتقدت أنه صديقي لكنه كريس خانم. حصلت على الشارة لكن ماذا كلفتك؟ من يهتم؟ أنا لا أهتم أبداً. إن كان هذا هو كل ما يهمك فتفضل. ماشيان. أين شارة عدم كونك أحمر؟ إذن 4 شارات وأنت 9 وأنت 9 وأنت 9 شارات. إلا أنني لم أعطك شارة سان كيست بعد. لديك الآن 10 وأنت في الصدارة. بقيت شارة واحدة. إن فزتم يا رفاق تتعادلون مع كريس. إن فاز كريس يفوز. الشارة التالية هي شارة النجارة. من يستطيع نحت أفضل صورة يفوز. أنا لن أحاول حتى. كريس يعمل بجد حقا. اسمعوا يا رفاق، قمنا بحملة فريق الأشجار. لا نحب أن نؤذي الخشب. الخشب صديقنا. تشاندلر لم يفعل. تشاندلر يفوز بالشارة لأنه لم يؤذي. لكن هناك تعادل الآن. هناك تعادل. صنعت منحوتة لأيد وأيدي. هذا مضحك في الواقع. أعتقد أننا بحاجة إلى إعطاء تعادل ثلاثي. إذن نعم. هل تتراجع عن كل ما قلته؟ بما أنك لم تؤذي الخشبة يا تشاندلر، تفضل. كارل جعلتني أضحك، تفضل. فليحييها الجميع. قامت بعمل جيد. بلاء حسنا. إنه تعادل ثلاثي. لديكم جميعا 10 شارات. أخرجوا هواتفكم، شغلوا تسجيل الشاشة وافتحوا على يوتيوب. هل أنت مشترك في قناتنا؟ بالطبع. لم يكن كارل، لم يكن كارل مشتركاً. أنشأت حساب يوتيوب جديداً. خسرت في لعبة الغميضة والكشافة، لذا خسرت 80,000 دولار. اشترك في قناة مستر بيس لأنك لا تريد خسارة 20,000 دولار. كل هذا العمل قادنا إلى هذه الخاتمة الملحمية. لننتهي من هذا. أول من يضرم النيران يفوز ب20,000 دولار. هيا بنا يا رفاق. هذه هي 20,000 دولار. يجب أن تبقى مشتعلة 30 ثانية على الأقل. تشاندلر استخدم كل ما تعلمته. هذا لكبريائي. هذا الشيء الوحيد الذي كان يجب أن أفعله ولم أستطع. هل ستشعل النيران في جوربك؟ ليس هناك ما يمنعك من فعل المثل. ابدأ المؤقت. أوه يا للهول يا رجل. نصف الوقت. يا لها من حركة. انتهى الوقت. مبارك يا كريس، حصلت على شارة. أشعلت النيران وفقدت جوربك. فاز كريس بشارة النيران الجزء الثاني، وهو الآن من أفضل نخبة فتيان الكشافة على الإطلاق. فلنتعانق يا رفاق. أحبك يا صديقي تشاندلر. نعم. أما زلت تحب كريس؟ لا، أنا مستاء حسنا. تهانينا على 20,000. يمكنك الآن رعاية طفلك الذي لم يولد بعد. اشتركوا وداعا. Once or twice, but I think it's here to stay.